تفاجأت بزاف من سمعت ديك النقطة اللي كانت صراحة صدمة بالنسبة لي، لحقاش ما كانت تناسبنيش، ما كانت تناسبش المستوى ديالي وما كانت تناسبش المجهودات الجبارة اللي قمت بها، سواء أنا سواء الأساتيد والأساتيدة ديالي المشكورين من هذا المنبر. كان طالب إما بالإنصاف أو بإعادة ومراجعة نقاط الامتحان الجهوي. مع ذلك قمت بواحد الشكاية في مسار اللي كنت منا تكون وصلتهم باش يعاودوا لي النقطة ديالي ولقاو لي النقطة اللي كان استحق بإذن الله، سواء أنا سواء التلاميذ والزملاء اللي تاهما تضروا يعني بنفس الموقف. صراحة تواصلوا معنا الأكاديمية ديال الجهوية ديال فاس بكناس، استقبلونا وسمعوا لينا صراحة ونتمنوا من الله الخير. الإشكال اللي وقع لي أنايا هو أنني جبت معدل 6 في الجهاوي مقارنة مع المعدل ديال القسم والنقاط اللي كنجيب في القسم، لا مجال للمقارنة. ومقارنة أيضا مع التلاميذ الزملاء ديالي المجتهدين، كنا قد حصلنا على نقاط كارثية، وكنطالبوا من الأكاديمية والأطر اللي صحوا لنا، وقيلا وقع شي غلط. وحنا دابا نشوفوا هذا المشكل هذا الا كان غلط منهم ولا غلط منا. الى الحدود الساعه لحد الان مازال ما قدمش الشكايه، ولاني لحد حدد الساعه هذه انا غنقدم الشكايه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.